ملي كيشوفوا هاد الاعمال ديالي كيقول هما ملي كتكون في المعرض كيسعبوها زربيه مخدومه ومعلقه وكتقول لي واش كتخدميها وتلصقيها ولا كتخدميها مباشره بالصوفة. ملي كنقول لهم بانها راه اكريليك هي ديزاينيو اكريليك كيتفاجئوا كيقول لك كتبان لنا بانها زربيه حيه بانها يعني كنشوفوها زربيه متحركه ما كنظنش بانها تبارك الله هذا الابداع كله مع رغم انني انا ما قريت الرسم والو او اوتوديداكت هذا الفن ديالنا حنا في الدم ديالنا يعني منذ الطفوله وحنا كان وعندي الاهل ديال اخواتي كلهم تما في الفن التشكيلي كاين الاخ ديالي جمال بيات جمال في كندا رسام فنان تشكيلي فنان في الموسيقى وانا كنمارس منذ مده 2009 وانا في هذا الرسم يعني عندي لوحات تقريبا 20 لوحه في ايطاليا شاركت مع كبار الفنانين هذيك ايطاليا مشهوره بالفن التشكيلي انا جيت من المدينه تاع لودان خدمت على العود على الحجار وعلى مجموعه ديال المواد واخر حاجه تنصور دابا كندير هادشي ديال الريسيكلاج كناخذ هاد لي بيدون اللي كيبقاو لي كوردوني كناخذ العود اللي كيبقى لي من ميزلي وهاد التسميلات هادو كنعاود ندير بهم شي حاجه اللي مفيده هادشي كان بغيت نحلفو به يعني هادشي كيتسمى ريسيكلاج هادشي اللي كندير هادو دوك لي ريست ديال لي كوردوني هادو لي ريست ديال لي ميزلي وكنصوب منهم بحال هاد لي فيوكيل لي تراكتور وكنصوب دي كاميون وكنصوب دي غيتار بحال الكمان مجموعة ديال وانا المهم خدمت على الخدمة كما قلت لك وكندير الفانتيور وين جيت من تالو دانت شاركت في مجموعة ديال المعارض واخر حاجة اللي وصلت بوصلت لهاد الشيء ان شاء الله وكنتمنى اننا غنزيد فيه بزاف ديال الامور غنحسنو المهم غادي نشارك به في معارض خصوصا لقيت بان الاطفال اللي كيحبوا هاد الستيل هذا بغيت باش نحبب ليهم الفن ولا سكولتور من خلال هاد الشيء اللي كندير ان شاء الله غادي ندير معارض كما قلت السي الصبراني غادي ندير معارض في مدارس وفي اعداديات توصل الفن للفئه الصغيره باش اننا يكون عندنا واحد المجموعه ديال الفنانين في المستقبل في الاخير كنشكر جريده اصوات شكر خالص خصوصا انها كتتبع الفنانين والخطوات اللي كيكون كتغطي واحد Oui, salam alaikum, je suis artiste ivoirien, je m'appelle Richard. Cette manifestation aujourd'hui, c'était vraiment magnifique. C'est rencontré entre nos artistes, même les artistes qu'on ne connaissait pas, ça m'a fait un grand plaisir d'être encore avec eux. Vraiment, je suis très heureux d'être ici. Je n'ai pas de quoi dire, mais quand même, je dis merci parce que cette exposition nous a permis de changer, de connaître, de partager. Vraiment, c'était vraiment génial. Assalamu alaikum, je me présente, je suis Valérie Stiocola, artiste peintre installée sur Marrakech et je suis très contente d'être venue ce soir pour un beau moment de partage avec plein d'artistes peintres dans un très beau monument à Casablanca. Je remercie toute la délégation et tous les gens qui étaient ici. شاركت في المعرض الدولي بمناسبة 11 يناير. كنتمنوا تجيو تزورونا وتشوفوا الأعمال ديالنا وتشجعونا ومرحبا بكم وشكرا لجريدة أصوات. منذ الشغف ديالي وانا كنهوى الرسم وانا كنرسم والحمد لله دابا انا كنشارك شاركت عدة معارض وان شاء الله مازال معارض اخرى ان شاء الله كتتفرج وكنشكر بزاف جريدة اصوات على المشاركة ديالي معنا مبروك قدر فنان تشكيلي مغربي قدر في هذا الجمع الشيق بمناسبة 11 يناير خريج مدرسة الجميلة الطلويضة عام 82 وهذه مشاركة أين مشاركة فيها وكنتمنى للجميع النجاح والتوفيق شاركنا اليوم هذا المعرض معرض دولي مختلط فيه فنانين من المغرب ومن خارج المغرب
في دار الثقافه في المدينه القديمه وكيجمع هاد المعارض بزاف ديال الطلبه ديال المدارس وكنستافدهم بزاف من ديك الثقافه مع الثقافه. جيت بدعوه من الفنان ادريس المعرض موهبه يلاه عندي موهبه ديال الرسم ويلاه بداتها وحضرت المعرض الصراحه عجبني بزاف كانت فيه مختلف المواهب كانوا فن وفن راقي فعلا جدا فيه حضروا فيه بزاف ديال الفنانين مختلف المدن المغربيه تبارك الله ما شاء الله عليهم كان لوحات راقيه اللي شهدت منها كاين لوحات فيها الفن السريال والانطباعي التجريدي ولوحات تتسم بالواقعيه وكانت اعمال راقيه. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.